عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمه بوحاتي، والنهارده ان شاء الله انا طالعه اتكلم معاكم واحتفل معاكم بمليون سبسكرايب على اليوتيوب. بجد مش قادره اوصف لكم سعادتي، مش قادره اوصف لكم فرحتي قد ايه ان القناه ما شاء الله اللهم بارك يعتبر في سنه وست شهور تمت مليون مشترك. الفضل اولا واخيرا لله وليكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. بجد بشكركم جدا، مهما قلت ومهما عدت اكيد اكيد مش هقدر اوصف حبي وشكري ليكم. ونرجع بقى من الاول خالص ونقول بدأنا القناة في سنة 2017 في شهر 12 2017. كنت بدأت البيج بتاعتي على الفيسبوك من 2014، وبدأت فيديوهات سنة 2017 بدأت أرفعها على اليوتيوب وأرفعها على الفيسبوك، وابتدت من هنا إن الدنيا والشهرة توسع أكتر. كنت ناوية ومنية لله، وكانت نيتي خالصة لله إن أنا أعمل محتوى يليق بيكم، يليق بأي حد يدخل البيج على الفيسبوك أو القناة على اليوتيوب. وطبعا كلكم لمسين الموضوع ده وشايفين إن أنا عمري ما عملت فيديو مثلا هايف أو فيديو فيه يعني كلام مش مظبوط، خناقات، مشاكل، الكلام ده كله. الحمد لله الحمد لله، محتوى جيد جدا على قد ما قدرت، حاجة مشرفة، حاجة أنا نفسي أبقى فخورة بيها، حاجة أبقى سايباها لولادي، أبقى ولادي فخورين بيا، مفيش حاجة تبقى فيها يعني كلام ملوش لازمة. ما حاولتش أجيب مشاهدات بأي شكل من الأشكال بصرف النظر عن محتوى الفيديو، لا الحمد لله كانت كل الفيديوهات هادفة، كلها فيديوهات تعليمية بعلم بيها أولا وأخيرا البنات الصغيرين المقبلين على الجواز أو اللي متجوزين ومش عارفين يعملوا أكل والحاجات دي كلها. ويا رب أكون وفقت إن أنا أعمل محتوى كويس. وعشان كانت النية خير وعشان كانت النية لله أولا وأخيرا، وكنت دايما بقول ربنا يجعلها صدقة جارية، فأنا يعني متيقنة إن ربنا كرمني علشان النية، وعلى نياتكم ترزقون. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، النية كانت خالصة لله والنية كانت طيبة. يا رب دايما يحسن نوايانا ويا رب دايما موفقين بإذن الله. سبحان الله، كمان احنا اول رمضان جه بعد ما عملنا القناة كنا كملنا 100,000 مشترك، ورمضان ده يعني ده تاني رمضان لينا على القناة وصلنا المليون مشترك. ان شاء الله ان شاء الله فضل ربنا وكرمه علينا رمضان اللي جاي نبقى عملنا كمان رقم كبير ونوصل لعشرة مليون مشترك بإذن الله. الفترة اللي فاتت يمكن مريت بتجربة كده مش لطيفة خالص. في كتير منكم عارفين ان انا البيج بتاعتي على الفيسبوك فيها حوالي 2 مليون متابع. فجأة كده قمت من النوم الصبح ملقتش البيج بتاعتي خالص، ملهاش وجود على النت. فبصراحة يعني كانت صدمة كبيرة جدا، زعلت قوي. في ناس متخصصين رجعوا لنا البيج تاني، بس لما البيج رجعت اتفاجئنا ان هي اللي اخدها مسح كل المحتوى اللي عليها، فيديوهات وبوست كتير ويعني بصوا تاريخ وذكريات وحاجات كتيرة قوي 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 ما بقالهاش وجود. طبعا مش قادرة اقول لكم انا زعلت قد ايه، وبجد شفت اصعب 5 ايام يعني اقول لكم يعني ما شفتهمش قبل كده. طبعا حاجة تخلي الواحد يزعل قوي انه يحس ان في حد بيكرهه للدرجة دي، او في حد حاقد عليه ومش طايقه لدرجة انه ممكن يمحيله تاريخ وشغل وحاجات كتيرة قوي. فقد ايه تعبت، قد ايه نفسيتي تعبت، بس سبحان الله يعني هو دايما في كل ضلمة لازم يخرج النور. عمر ما الضلمة بتستمر وعمر ما الظلم بيستمر.
وفعلا صدق الله تعالى إن مع العسر يسرا، يعني في عز العسر وفي عز الأزمة نكمل القناة بتاعتنا، تكمل مليون، وفرحة كبيرة وحاجة حلوة تيجي تغطي على الحزن اللي أنا شفته والكآبة اللي كانت مرت عليا الأسبوع اللي فات. بس برضو بوجه من هنا رسالة لناس مقصودة وناس معينة هم عارفين نفسهم كويس جداً، مهما حاولتوا توقفوني، مهما حاولتوا تكعبلوني، مهما حاولتوا ان كنتوا توقفوا مسيرة، ان شاء الله ان شاء الله فوضت فيكم الامر لله. فانا مش قلقانة نهائي ومش خايفة نهائي، مهما عملتم ربنا معايا، لاني عمري ما اذيت حد ولا هأذي حد، مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا بقى يتولاكم باعمالكم. ومش مسامح ومش هسامح، لان الاذى ما ينفعش حد يسامح فيه. انتوا اذيتوني اذيه كبيره، هم عارفين نفسهم كويس جدا وانا عارفاهم ومقصودين، فانا وكلت فيهم الامر لله. وسبحان الله دايما الفاحت نازل والباني طالع، هتحفر الحفره مفيش حد هيقع فيها غيرك. ف ولو يعني ايه فكرت كويس، انا بكلم الناس المقصوده، لو فكرت كويس قوي في كل الاحداث اللي فاتت هتلاقي انك انت بتساعدني ان انا اطلع، والحمد لله، علشان انا نيتي خير والنيه السوق للناس السوق. فمن هنا وقدامكم كلكم حبايبي بقول فوضت فيهم الامر لله، الناس دي اللي عملت فيا كده انا مفوضه فيهم الامر لله وانا عارفاهم كويس، ومش هتقدروا تعملوا حاجه لان معايا ربنا. بس كده مش هنشغل بالنا بقى بالناس اللي مش لطيفة دي، ونرجع تاني ونقول ميرسي ميرسي على مليون مشترك، ميرسي بجد ان كنتوا نورتوني واسعدتوني، ميرسي على كلامكم الحلو وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما دايما بترفع معنوياتي. من الحاجات اللي خرجتني من الأزمة دي وقوف ناس كتير قوي معايا، ناس ما كنتش اعرفها نهائي، ناس ما كنتش يعني على علاقة بيهم قوية، قمة الاهتمام وقمة التواصل ولا الدعوات بتاعتكم الحلوة، وحسيت بحبكم قوي. سبحان الله، أكيد مفيش حاجة بتحصل في حياة البني آدم من غير ما يكون ليها يعني نقول إيه حكمة، ربنا ليه حكمة فيها، عشان أحس بحبكم، علشان أحس بالنعمة اللي أنا فيها بالتواصل بتاعكم، بحبكم، باهتمامكم، بدعواتكم الحلوة. كل دي كانت حاجات حلوة قوي ظهرت لي لما حصلت الأزمة. فبجد بجد بشكركم وبحبكم قوي، بجد بحبكم في الله. ممكن ما كنتش قادرة أرد على التعليقات، كلكم عارفين إن أنا دلوقتي بقى عندي الفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام، وعندنا كمان البرنامج بتاع القناة بتاع العزومة على بي إن سي فود، بطلع كل يوم هوا. انا ساكنه في مدينه العبور والمدينه الانتاج في 6 اكتوبر، انا باخد ساعه ونص يوميا رايح جاي في الطريق، فانا يومي يعتبر يوم مشحون جدا، غير ان انا ام وعندي اولاد وعندي احفاد وبيت ومسؤوليات، فكل ده يعني سامحوني لو بقصر في رد على التعليقات، سامحوني لو مقصره، انا مش بنزل فيديوهات كتير، بحاول والله قدر المستطاع اعمل اللي اقدر عليه. فعشان كده ارجوكم مش عايزاكم تزعلوا مني في اي حاجه خالص، بحاول ارضي كل الاطراف وبحاول اعمل كل حاجه علشان كل الاطراف اللي انا قلت لكم عليهم دول ما يزعلوش مني، فاعذروني في اي تقصير، بس انا بيكم ومعاكم، مش هقدر استغنى عنكم، وانتم الاساس وانتم يعني السبب في ان دلوقتي يبقى في فاطمه بوحاتي الى حد ما اسم معروف. بشكركم جدا، بحبكم جدا، مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اعبر عن فرحتي ازاي. ايه رايكم في التورته الجميله دي؟ تعالوا بصوا بقى معايا كده، التورته شكلها رائع، كان نفسي بجد تكونوا كلكم موجودين معايا تشوفوا وتحضروا ونحتفل مع بعض، بس يعني انا جايباها والله كبيره قوي كده علشان احس ان كنتوا كلكم معايا، وان انا مش لوحدي، وان كنتوا هتأذروني وناكل مع بعض التورتايه دي بالإيحاء بقى. مش عارفه اقول لكم ايه، دايما
بأمل من ربنا التوفيق، ودايما بأمل من ربنا ان اكون دايما عند حسن الظن. دي اكتر حاجة بتمناها من ربنا، ان انا ربنا يجعلني زي ما انتوا بتظنوا فيا الخير. بتمنى من ربنا انه يوفقني دايما، واقدم لكم معلومة ولو بسيطة. بتمنى من ربنا ان كنتوا دايما تبقوا معايا، دايما سند وظهري ليا. بجد بشكركم شكرا من القلب، شكرا ليكم بكل الحب. مش عارفه اقول لكم ايه، مفيش كلام يوفي والله ولا يكفي اللي انا حاساه تجاهكم جميعا. اقول لكم ايه؟ اقول لكم تسلموا لي وما تحرمش منكم ابدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.